كنت تزيد رمح يا راجل مارك تسعى البيت يا راجل يلا ماشي اتكلم بقى يلا قول له يا رضا قول له يا رضا طلع الله يسعدك الله يرحمك الله يرحمك عيشة يا رضا الرحمة تكون على يلا يا عم يلا خلاص بقى يلا نطلع الطلعة دي مع بعض التراكومة يا دكتورة ايه موضوع مهم جدا التراكومة يا احمد يا سامي موضوع مهم جدا ليه بقى مهم جدا لان المرض ده متوطن انديميك موجود بكثرة في مصر زي ما نعرف كمان شوية ان هو 80-90% من المصريين عندهم المرض ده باي ديفينيشن تراكومة از كرونيك انفكتيف كيراتو كونجكتيفايتس بالراحة كده احنا كنا قلنا ان الكونجكتيفايتس اكيوت يا كرونيك صح مش كانت كده كانت يا انفكتيف يا نون انفكتيف والانفكتيف يا اكيوت يا كرونيك الكرونيك هي التراكوما اللي احنا عايزين نتكلم عنها دي اهم حاجه طيب فهي كرونيك انفكتيف كونجكتيفايتس غلط مش كونجكتيفايتس بس ده كيراتو كونجكتيفايتس يعني ايه كيراتو كونجكتيفايتس يعني كونجكتيفا كورني اوعى تفتكرك من الموضوع مكتوب في فصل كونجكتيفا انها بتاثر على كونجكتيفا بس ده كمان والكورني يبقى هي كرونيك انفكتيف كيراتو كونجكتيفايتس كوزد باي كلاميديا سيروتايب اي بي سي مش عارف انت تفتكر الكلام ده ولا لا بس بالمايكروبيولوجي كان بيقول لك ان الكلاميديا في كلاميديا اي وبي وسي دي اللي بتعمل التراكوما في كلاميديا من دي الى كي اللي بيسموها كلاميديا اوكيولو جينيتاليز او جينيتال كلاميديا فاكر الولد الصغير الطفل اللي لسه مولود لما كان مظلوط من بطن امه وخد الانفكشن من البيرث كانال بتاعها وكان واخد كلاميديا عارف الكلاميديا اللي بياخدها ديت انه نوع كلاميديا دي الى كي كلاميديا دي الى كي تعالى عند ام احمد مجدي هنا طب اوكي يلا كلاميديا دي الى كي ما حدش كلام خالص اللي يخش من غير صوت خلصت انت جاي متاخر كلاميديا دي الى كي طيب يبقى اذا اللي هيسبب التراكوما هنا انا كلاميديا يا دكتوره مريم اللي هيسبب الكلاميديا هنا انا دكتوره اللي هيسبب التراكوما هنا انا كلاميديا عامه اتكلم بقى عشان ايه شوفوا الناس كلها هنا كل واحد يشيل شنطته تعالى حبيبي قدامي يلا ممكن ندخل لا ليه عشان ايه في مكان اهو يلا خش يا جماعه يلا يا سمحت يا جماعه يلا في مكان اهو جنب المكان يعني في له جنب يلا يا جماعه لو سمحتوا يلا محمد ابراهيم جنبك مكان تعالى يا دكتور لو سمحت اقعد هنا يلا يا جماعه في ايه تعالى جنب عبد الله بقى انتوا الله الله اتفضل يا مفيش مكان اهو الدكه المكان المفضل ليا والله بص بص على الكاميرا صباح الفل انا بقى كنت هقول لك بلاش تفعل هو احس بيه ظبطني البين في الباب الترم الجاي خلاص الكلام ده عندي الترم الجاي اعرفه ان انت فاضيها الباب صباح الفل يلا يا عبد الحاج ويلا يا عسل يلا يا دكتوره ندى خش 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 هذا عايزك ها هذا عايزك لا لا هذا عشان يبان نومس حد عنده جاكيت بسم الله الرحمن الرحيم
يلا يا عم الحاج يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا عشان ايه الكرسي ده سيبيه مش له اي لازمه خش اتفضلي في اماكن كتير في اماكن جنب كده دكتوره نهاد انا كان جنب حضرتك لف لو سمحت كده دكتوره نهاد يلا ام التراكومه دي بقى طلعت ايه ورم حبيب رمت حبيب بس بليز بص عشان بس تعرف بس ان انا بص بتخنق لما بلاقي الدنيا زحمه كده وهيصه وكلام كتير بتخنق حصه لذيذه وسهله وقصيره كمان كانت المفروض انها قصيره هي ضاع نصها خلاص اصلا فخلينا عشان نخلص في الوقت بقى دلوقتي التراكومه ده كرونيك انفكشن بس مش في كونجنكتيفا بس وفي الكورنيا كمان سببه كلاميديا سيرو تايب اي وبي وسي كلاميديا نوعين اي بي سي ومن الدي الى الكي من الدي الى الكي دي جينيتال كلاميديا مش تبعنا دلوقتي خالص طب تمام ان شاء الله لما نيجي ندرس كويس في اخر الحصه باذن الله هنعرف كمان ان التراكوما دي بتميز تكوين فوليكل وتكوين بابيلي وتكوين حاجه في الكورنيا ان شاء الله من الحصه الجايه اسمها بنص خلاص مش قضيتك بيبقى فيها فوليكل وبابيلي وبنص التراكوما نهايتها الحتميه فايبروز فاكر يا احمد يا نصر كل ما نتزنق في فايبروز كنا نقول ايه اند والانفكشن كان ايه تراكوما وايه ديفتيريا تراكوما ايه تراكوما طبعا الفايبروز ده هيعمل ليت ديفورميتي يعني ممكن يجيب الجفن لجوه انتروبيون يعمل تريكيزس ويمكن كمان الفايبروز ده يعمل فيجوال ديسابيليتي يخلي الصوره ايه مش واضحه في حاجتين هنأجل فهمهم شويه الحاجه الاولانيه الاسم اللي بالعربي ان اسمها الرمد الحبيبي هنفهم بعد شويه ليه اسمه الرمد الحبيبي والاصل بتاع الكلمه تراكوما ان جريك لغويا معناها رفنس يعني خشونه هنفهم برضه يعني ايه ما احنا ما فهمناش حاجه لسه كل اللي فهمناه مفيد ان ده كرونيك انفيكشن كونجنكتيفا بس لا كونجنكتيفا وكورنيا وكمان على فكره لاكريمال ابريتس طب تمام فكك من الكلام ده كله خلينا نبدا الكلام سيستميك ايه الايديولوجي اورجانيزم اسمه كلاميديا تراكومات سيرو تايب اي بي سي بكتيريا ولا فيروس بيجمع بين الاثنين ده كلام مش مظبوط خلاص هو ده بكتيريا خلاص ده جرام نيجاتيف بكتيريا ماشي يا عم اسمعني في حاجات بتشبهه للفيروسات وحاجات بتختلف عن الفيروسات ماشي بيختلف عن الفيروسات في ايه؟ بيختلف عن الفيروسات في ان حجمه كبير شويه ادي واحد في انه لما بيعمل مالتيبليكيشن بيعمل مالتيبليكيشن في حاجه اسمها باينري فيجن ليس بالريبليكيشن مش زي الفيروس لما بيتكاثر بيطلع انكلوجن بوديز على انكلوجن بوديز دي بشبه مين؟ الفيروس بس استنى الانكلوجن بوديز هنا انتراسيتوبلازميك بيزوفيليك الفيروس على فكره كانت اسيدوفيليك يبقى دي اول اختلاف مع الفيروس كمان سنسيتيف للانتي بايوتيك حاجه سنسيتيف للانتي بايوتيك تبقى تعد في حكم بكتيريا ولا فيروسات بكتيريا اخر حاجه اختلاف مع الفيروس اغلب الفيروسات لما بتيجي بتدي لونج لاستنج اميونيتي زي الميسلز الحصبه مش عارف المعلومه دي وانت في الابتدائي اللي يجي له حصبه مره ما تجيلوش تاني ده لا ده دو نوت جيف لونج لاستنج اميونيتي يبقى الديفر فروم فيروس في حاجات رقم واحد ان حجمه كبير لارج ما بيتاخد معجبات جت خيبة معجبات على ايه عشان بتاخد عندي لبس طيب يا عم الحاج معجبات دي عشان بيعمل اندرس قفلت يا عم الحاج ولا ايه في يومك طيب تمام الدفر بروم فايروس انت ادي يا سيدي دي اشطر دفعه في الكليه اشطر دفعه واهيب دفعه في الكليه طب تمام رقم واحد لارج سايز ملتبلاي باي مالكش دعوه ملتبلاي باي باينري فيشن ثالث حاجه بتكون انكلوجن بوديز انتراسيتوبلازميك بيزوفيليك رابع حاجه انها سنسيتيف للانتي بايوتيك ودونت جيف لونج لاستنج اميونيتي لكن هي شبه الفيروسات في حاجات برضو بتديفيوز من خلال الممبرين مش قضيتنا وجود الانكلوجن بوديز شبه الفيروسات بس احنا عرفنا ان الانكلوجن بوديز دي تيبيكال للفيروس ولا لا لا اخر حاجه بتشبهها بالفيروسات ودي اللي اتلخبط فعلا انها عشان تعمل لها كلشر بتعمل لها كلشر على حاجه اسمها سيل كلشر كلشر مش مكتوب اسمها في الكتاب وبتسال عندنا في الشفوي انتوا عارفينها اسمها ماكوي كلشر عارفينها من ايام بتاع ده مايكروبيولوجي ماكوي كلشر ماكوي ماكوي خلاص خلاص ماكوي كلشر خلاص انت هتعدل عليا عيب اسمها ماكوي كلشر اسمع بس ياه ده ماكدونالد ده قصه ثانيه خالص اللي انت بتتكلم فيه اسمها ماكوي كلشر ماكوي كلشر اسمع بس عندك دكتور اسمه علي بيومي
ده واحد من أقدم الأساتذة في الاسم عندنا حاجة وسبعين سنة. سؤاله المفضل في التراكومة، عامل عليها أبحاث وكلام كده، فبيسأل على اسم الكالشر دي. فخد بالك قصة إيه مهمة. علي بيومي. فكك دكتور علي بيومي. مش عايزين نخلص على بعض احنا، يعني بقالنا قوم شهرين مع بعض. مش عايز انا اخلص على حد، مش عايز اخلص على حد، ما انا برضو ليه طاقة وليه احتمال يعني. طيب ده بالنسبة للسبب، كلاميديا تراكوماتيس سيروتايب اي وبي وسي. اسمع الابيدينيولوجي عشان تعرف قيمة الموضوع اللي تحت ايديه. المرض انديميك ان ايش انديميك، 80-90% من المصريين جالهم التراكوما دي، سواء جات لهم وحسوا بيها، شعروا بيها كانفكشن واضح، او عدت الامور سب كلينيكال من غير ما يشعروا. فخد بالك ان الامور انديميك ان ايجي. انا شخصيا جات التراكوما دي. طيب لما تعرف تتنقل ازاي المود اوف انفكشن، هتعرف ليه هي مشهوره في المصريين. بتتنقل عن طريق الكونجنكتيفال ديستشارج، الافرازات اللي بينقلها. بص مش هتعرف المصريين، انفكتد فينجر سيبق بتاع ده هو انفكتد فينجرز، انفكتد تاولز اند فلايز. مصر يعني، يعني الايدين اللي مش نظيفه. مين بيغسل ايده بعد ما يسلم على حد؟ المفروض بعد ما تسلم على اي حد تغسل ايده. ما اعرفش ايده دي كانت فين قبل كده. ادي واحد. اثنين التاولز، المفروض بيقول لك ان المفروض يكون في سيلر التاولز، فهو منفصله. مين في بيتهم بيعمل كده؟ مين يعني ايه فوطه مكتوب عليها عبد الله ولا مكتوب عليها ابو فراد ولا الكلام ده؟ شايل شايل. ثالث حاجه، لو هنفترض ان انت تغسل ايدك وهتستعملي فوطه من المنفصل الدبان، ما تقوليش ما تعمليش نفسك مش شايفه، ما الزباله في كل حته بالزقازيق اهي. يعني الدبان ده في كل حته، كل حته عايش معانا متواجد معانا. طيب عشان كده المرض موجود في الكوميونيتيز اوف لو سوشيو ايكونوميك ليفل وذ لو سانيتري سيركمستانسز، مفيش نظافه ومفيش كلام زي كده. ولو انت من بتوع كتاب الاسم هتلاقي كتاب الاسم كاتب حاجات جغرافيه لذيذه، كاتب لك المناطق اللي منتشره فيها التراكوما جغرافيا، سنترال افريكا، ايست ايشا، ايست ايوروب. الدول دي اصلها دول ايه منخفضه شويه، شرق اوروبا دول مش متقدمه، رومانيا والمجر والدول دي دول فقيره مش دول غنيه. طب تمام، كل الكلام ده كنا كده بنهرج بالصلاه على النبي كده. خش على المفيد باثولوجي، ركز بس في اللي انا هقوله. انا هعمل دلوقتي زي ما السيده الفاضله ام كلثوم كانت بتعمل. كانت بتعمل ام كلثوم؟ ما تفتح الساعه 11 على روتانا زمان، 10 ما تفتح الساعه 10 على روتانا زمان، ما تفتحيها على روتانا زمان الساعه 10:30 هتلاقيها بتقول، هتلاقيها بتروح ضربه جمله. واخد بالك ابو خالد؟ اين جمله؟ اه فات الميعاد وبقينا مش عارف بعد. ترجع لها 11 بعد نص ساعه تلاقيها نفس الجمله برضه. انا دلوقتي هشرح الباثولوجي، بعديه هشرح الكلينيكال بيكتشر تكرار للباثولوجي، بعديه هشرح الكلاسيفيكيشن تكرار للي انا قلته. فالقطني من اول مره ما تعملش دماغك تخينه زي الناس بتوع زمان. كان بتكرر ليه؟ عشان الناس مش فاهمه. يحفظوا ايه يا عم؟ ده حاجه تعد يا عم حاجه. انا بحب ام كلثوم والله بس مش للدرجه دي يعني. اسمع بقى الباثولوجي. الاورجانيزم يا جماعه نايم جوه الاكسيليوم ابيسيليوتروبيك. ثانيه، الاورجانيزم نايم جوه الابيسيليوم ابيسيليوتروبيك بتاع كونج، بس كونج وكورنيا ولاكريما الابريتس. ولما بيجي في الكونج، عشان نريح دماغنا يا محمد ابراهيم بقى، لما بيجي في الكونج يحب يجي في الكونج البال بيبرال والفورنكس، بال بيبرال وفورنكس، مش نريح دماغنا يعني. بالنسبه للكونج يحب الابر بال بيبرال والابر فورنكس زي الفل. يبقى الاورجانيزم ليف انسايد ابيسيليوم ابيسيليوتروبيك ومالتي بلاي داخل هذا الابيسيليوم. ماشي اهو، يفرز سموم توكسينز. التوكسينز دي تنزل عالكونجنكتيفه من تحت. الكونجنكتيفا فيها طبقه اسمها سوبرفيشال ادينويد لاير. فيها ايه سوبرفيشال ادينويد لاير دي؟ فيها ليمفوسايت. لما الليمفوسايت يا دكتوره الاء تلاقي التوكسينز دخلت كده، تروح متجمعه ومتجمهره وعامله اكوميوليشن اوف ليمفوسايت في السوبرفيشال ادينويد لاير. اكوميوليشن اوف ليمفوسايت في السوبرفيشال ادينويد. على اسمها ايه دي؟ فوليكيل. اسمها فوليكيل صح. تعمل فوليكل. الفوليكل دي في الاول بتبقى صغيره، سمول فوليكل.
الفوليكل الصغيره دي تبقى رافعه السيرفس؟ لا. طيب بعد شويه الفوليكل الصغيره دي هتكبر، كل صغير بيصير يكبر يعني. لما تكبر تعمل ايه في السيرفس؟ ترفعه وتبقى علاقه فوليكل كبيره اهي. كانوا بيقولوا لنا في الباثولوجي حاجه مش عارف هتفتكروها ولا لا، بس كان بيقول لك الحاجه لما تكبر قوي السنتر بتاعها يبقى اسكيميك ويحصل له ايه؟ نيكروزيس. ففعلا الفوليكل الكبيره قوي دي هيحصل لها في السنتر نيكروزيس، هيحصل لها في السنتر نيكروزيس، فتكون لي حاجه اسمها تيبيكال فوليكل. ساعات اسمي انا التيبيكال فوليكل دي او ساعات الكتب تسميها ماتيور فوليكل. ماتيور فوليكل يعني ايه؟ استوت ناضجه، استوت ناضجه. عدي يا احمد يا عصام. اشمعنى النهارده يعني؟ يعني اشمعنى ما جيتوش امبارح؟ غريبه صح؟ غريبه صح؟ كروز طول النهار والليل. يلا يا عم يلا بيت بيت. يلا يا اسامه، بص يا اسامه، بيقول لك الاورجانيزم نايم في الابسيليوم ويطلع توكسين، فتبدا تتجمهر او تتجمع لينفوسايتس تعمل فوليكل صغيره، الفوليكل الصغيره تكبر وتعمل لي سنترال نيكروتيك بار. احيانا يحصل حاجه تانية، احيانا وجود الابيسيليوم او وجود الاورجانيزم جوه الابيسيليوم يعمل اريتيشن في خلايا الابيسيليوم يخليها تتكاثر وتبقى هايبر بلاستيك وهايبرتروفايد وتعمل لي صوابع طالعه كده اهو كده اهو كده اهو. اسمها ايه الصوابع ديت يا ولاد؟ اسمها بابيلي. وكانوا بيقولوا لنا زمان ان البابيلي دي جواها فاسكولار كونكتيف تيشو ايه؟ كور، جواها وعاء دموي كده. النهايه الحتميه عن مصطفى في اخر المطاف ان بيحصل حاجه اسمها ايه؟ فايبروزس. ده الباثولوجي. خلي بالك ما تكتبيش اي حاجه انا زودتها، اللي انا زودته ده كله هرجع اقوله تاني. ببساطه الباثولوجي كالاتي: وجود الاورجانيزم داخل الابيثيليا، طلع توكسينز، تعمل اجريجيشن للليمفوسايتس، فيرست سمول زين انلارجر، والسنتر بتاعها يبقى نيكروتيك. وممكن الرياكشن يبقى ديفيوز يعني على سطح الابيثيليوم ومنتشر ويعمل بابيلي صوابع فينجر لايك بروجكشن بالشكل ده. وفي النهايه خالص ات ذا اند بيحصل حاجه اسمها فايبروزس. فايبروز ده اللي هيبقى يفسر لي بعد كده حدوث كومبليكيشن. طيب خلاص خلص الكلام، نخش على كلينيكال برزنتيشن. متوقعه الانكيوبيشن بيريود قد ايه بتاعت الاورجانيزم؟ طويله ولا قصيره الانكيوبيشن بيريود؟ كل ما الانفكشن يتقال عليه كرونيك، كل ما الاورجانيزم ضعيف، كل ما الانكيوبيشن بيريود تبقى طويله، من 6 ل 12 يوم، حوالي اسبوع اسبوعين، مسافه اطول. يا ترى متوقع الانست بدايه المرض تبقى اكيوت صدم ولا كرونيك جراديوال؟ مش محتاجه غباء قولوا كده. ده كرونيك جراديوال ده كلمه انقح كمان. انسيدوس، عارف انسيدوس يعني ايه؟ يعني لا يشعر بها المريض. انسيدوس يعني المريض مش حاسس بيها من كتر ما هي يعني امور تافهه. يعني ممكن حد يكون جات له وعدت من غير ما يحس، امور جايه بتدريج بطريقه تدريجيه جدا. بس لو واحد اجنبي يا معاذ شعره اصفر وعينيه خضراء وجاي يسيح في مصر، واخد بالك ازاي الكلام اللي عايزين نمنعه ده؟ واخد بالك ازاي؟ طيب لو واحد جاي يسيح يا عم معاذ وهيتلقى الانفكشن ده وجهاز المناعه ما كانش عارفه قبل كده، تيجي له برضه كرونيك؟ لا، احنا عايشين في الدبان والفوط المشتركه والايدين اللي مش نظيفه، لكن هو جاي من بره على نظافه وعلى الزيرو، تيجي له ساعتها اكيوت. يعني الانست ماي بي اكيوت ان فورينر، في الاجانب. كويس جدا، كويس جدا. طيب اقل سن ممكن يجي له المرض ده ايه يا دكتوره؟ اقل سن، اقل سن ممكن يجي له المرض من 6 شهور لسنتين. اشمعنى بقى؟ قبل السن ده يعني، يعني وانت سنك شهرين مثلا امك محافظه عليك ومغطياك ومنظفاك والكلام ده، لكن اول ما تبلغ بقى 6 شهور سنتين بالكتير بيطلقوك في الشارع. اطفال في الارياف كده، احنا نكتب على نفسنا ليه؟
مش بتشوف العيال دي بتلاقي بتبان داخل من مناخيرها خارج من ودانها. اه والله العظيم الله. ودايما تلاقيهم مغطيين الجزء الفؤادي التحتاني. لا ما خدوش بالكم خالص من الاشخاص. بنكتب على نفسينا، احنا بنكتب على نفسينا. بلدك اغلبها كده يا سيدي، بلدنا اغلبها كده يا عم الحاج. المهم يا سيدي، عشان كده الانست سن الايج، الايج اوف انست، الايج اوف انست اقل حاجه 6 شهور إلى سنتين اقل حاجه. يشتكي من ايه العيان؟ سمتم الشكوى لغير الله مزاد. يشتكي من ديستشارج. حد عارف نوع الديستشارج بسبب الكلاميديا؟ قلناها قبل كده وحياه ربنا. ميوكو بيورلان نوع الديستشارج بسبب الكلاميديا ميوكو بيورلان، بس هنا كميته قليله. سكانتي ميوكو بيورلان يا مايكل، سكانتي ميوكو بيورلان كميه بسيطه. هي التغيرات اللي انا لسه قايلها محمد يا منفلوطي دي بتحصل فين؟ في الابر بالبيبرال، يعني الفوليكل والبابيلي والكلام ده دي فين؟ في الابر بالبيبرال. يبقى العين اشتكي من ايه؟ ثانيه واحده، العين اهي والجفن الفوقاني اهو يا مصطفى. هو الجفن الفوقاني ده اللي طول النهار والليل يتحرك على عينك، اشتكي من ايه؟ فورين بودي سنسيشن، حاسس باحتكاك، حاسس باحتكاك. تراكوما ان جريك از رفنس، خشونه، حاسس طول النهار والليل بحكه واحتكاك. رفنس فورين بودي سنسيشن، واي فورين بودي سنسيشن يعمل له شويه لاكريميشن تدمع، ويمكن يحس باكلان اتشنج. وجود الحاجات دي في الجفن الفوقاني بالذات البابلي، بالذات البابلي ممكن تخلي الجفن الفوقاني يسقط. العيان يجي يقول لك انا حاسس بتقل في جفني، هيفنس، هيفنس في ايليد، جفنه تقيل لدرجه ان في مرحله من المراحل ممكن تعمل له ميكانيكال توزس. العيان له شكل مميز جدا، يقول لك ان العين شكله سليبي، سليبي لوك، سليبي زي ما يكون نايم على ايه؟ نايم، هو مش نايم، هو جفنينه قافلين ليه؟ عشان البابيل اللي مسقطاهم بالوزن، ميكانيكال توزس. هنقول الكلام ده ما بيكسبيش حاجه، هنقوله تاني دلوقتي. لو الحكايه اثرت على الكورنيا، هو المرض يا معاذ مرض كونش بس ولا ممكن ياثر على الكورنيا؟ ان شاء الله لما نيجي ناخد الكورنيا يا معاذ هنعرف الحاجه اللي تاثر على الكورنيا تعمل فوتوفوبيا تخليك مش شايف كويس، وديمينيوشن اوف فيجن نظرك يتاثر، لان القرنيه دي اللي بنشوف بيها. يبقى كسمتم اساسا سكانتي ميوكوبيورنال ديستشارج، اساسا فورين بودي سنسيشن مع لاكريميشن مع شويه اكلان اتشنج، ويمكن يبقى فيه هيفنس للاي ليد وسليبي لوك. ولو الكورنيا قفلت دي يا دكتوره غاده يبقى فيه فوتوفوبيا وديمينيوشن اوف فيجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ساينز، هتتقسم الساينز يا دكتوره ساره الى قسمين، كونجنكتيفال مانيفستيشن وكورنيال مانيفستيشن. كونجنكتيفال مانيفستيشن وكورنيال مانيفستيشن. كونجنكتيفال مانيفستيشن اهي هي ايه يا محمد يا متيم؟ كونجنكتيفال مانيفستيشن يا فوليكل صغيره، يا فوليكل كبيره، يا بابلي، يا فايبروز. مش كل ام كلثوم ما هنعمل كده خلاص، ما احنا قلنا خلاص فوليكل صغيره فوليكل كبيره بابلي فايبروز. اقعد اقول فيلم لحد ما الحصه تخلص. ام كلثوم بقى. طيب تمام، في واحد ابن حلال خد التغيرات دي ومشي وراها، راجل طيب قوي كان اسمه كده ماك كلن. ماك كلن، عارفين ماك يعني ايه صح؟ ابن، ابن ماك كلن، ابن كلن، ابن التيت ده مشي ورا التغيرات دي واداها ارقام وحروف. قال الفوليكل لما تكون صغيره، هو قال هسميها انا تي واحد يعني تراكوما واحد. الفوليكل لما تكبر شويه قال هو هسميها انا تي 2 اي، وما تتكون بابيلي هسميها تي 2 بي، ومرحله الفايبروزس حب يغلس عليكم فسماها سيكاترايزيشن. جاب جديد يا دكتوره، ما هي سيكاترايزيشن يعني ايه؟ وسماها تي 3. وقام مخترع، طب لازم تخترع برضه عشان اسمك يتخلد في التاريخ، فقال لك انا بقى اخترع مرحله اسمها تي 4 واسميها هيل. هيل ايه الحكايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كونجنكتيفال مانيفستيشن يا فوليكل يا بابل يا سيكاترايزيشن يا هيل. هيل يعني خف خالص وما يقدرش ينقل المرض خلاص، خف خالص، خف خالص مالص خلاص، نوت انفكتد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لو في فوليكل صغيره
نسميها ايه؟ تي واحد. ها صفي هذه السمول فوليكل، حجمها واحد ملي، لونها يلو، هل ريزد؟ هل هي ريزد؟ نوت ريزد. هل لو ضغطت عليها تطلع نيكروتيك ماتيريال؟ يعني اكسبريسيبل؟ اكسبريسيبل ولا نوت اكسبريسيبل؟ خلاص يبقى السمول فوليكل يلو، يلو واحد ملي، نوت ريزد، نوت اكسبريسيبل. لو ضغطنا عليها ما تطلعش اي ماده شيلات نص ماده نيكروتيك. لكن لما نخش على التيبيكال تراكوماتس، تيبيكال تراكوماتس ماتيور، يبقى حجمها اكتر من واحد ملي، من واحد لتلاتة، لون هيلو برضو، ريز، ايوه ريز، ايوه ريز، اكسبريسيبل، ايوه اكسبريسيبل. سهله دي. لو انا جيت في مرحله الفوليكل عملت سكرابنج للكونج وحطيت عليها ستين اسمها جيمسا ستين، تطلع لي انترا فيتوبلازميك بيزوفيلك انكولوجا مودز. خلاص عرفنا ليه طلع الكلام ده، لان الاورجانيزم ساكن فين؟ في الابيثيليوم، بيبقى تكاثر في الابيثيليوم. فلما تصبغ بالجيمسا ستين تلاقي فيه انترا فيتوبلازميك بيزوفيلك انكولوجا مودز. ادي يا ست المرحله اللي اسمها فوليك. بغني تاني اللي انا قلته والله وما اعمل بقول تاني. في مرحله اسمها بابيلي هنسميها تي 2 بي، ولاحظ اسمها تي 2 بي، بي خفيفه اللي فيها ايه؟ بابيلي، بي تقيله. طيب ها مين بيفهم؟ محمد نعيم ده بيفهم. صف هذه البابيلي يا محمد، صفها صفها صفها. فينجر لاي بروجكشن، صوابع زينب. مش كنت بقول كده؟ مش كنت بقول البابيلي دي زي صوابع زينب؟ صوابع زينب دي فاكهه. طيب يا شيخ يلا يلا، بس خد بالك خد بالك عشان ما تخطئش التقدير، عشان ما تخطئش التقدير يا، عشان ما تخطئش التقدير. هي فاين فينجر لاين صغيره قوي، انا ما عنديش صوره ليها لانها صغيره قوي. لو جبت لك صوره مش هتعرفها، هتلخبط. انا كدكتور اكتشفها بالجهاز بتاعي اللي بيكبرها قوي، لكن هي صغيره جدا. فاين يعني سمول فينجر لاين. ها يا ترى يطلع لونها ايه؟ يطلع لونها ايه؟ بينك. ده في المذكره يا اولاد اللذينة. هي يطلع لونها ايه المفروض؟ ريد، ريد. عشان كده المذكره كاتبه بينك، واكتب انت فيها ريد. هي هي يعني هي يا ريد يا بينك، يا احمر يا احمر خفيف اللي هو بامبي. ماشي احمر ليه؟ احمر ليه يا عم الحاج؟ مش عشان هم اللي بلتين تقرفنا دول الحصه. احمر ليه يا عم الحاج؟ احمر علشان الفاسكولار كونكتيف تيشو كور. انت ما تروح كده كده، قوه الدفع بتاعته مش وصلت، هتقف كده كده. خلاص يا سيدي، يبقى سمول. اسمع المعلومه دي، بص 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 بص، فاين فينجر لاين بينك. بص بتدي السيرفس، ما دام هي طالعه واقفه كده، تدي السيرفس فيلفتي ابييرنس، زي ما يكون فروه وقطيف، حاجات طالعه كده. باي اتس ويت ذيس بابيلي، باي اتس ويت ات مي كوز، ات مي كوز مشتوزز، ميكانيكال توز، وزنها تعمل ميكانيكال توز. وده اللي كان مخلي العيان يا اسامه يشتكي من هيفنس، كان بيخليه يشتكي من هيفنس. وده اللي كل ما كنت تبص له تفتكر ان هو نايم. السليبي لوك دي، السليبي لوك دي. اوكي الحته اللي جايه صعبه، الحته اللي جايه صعبه، الحته اللي جايه صعبه. احنا كده وصلنا للمرحله اللي اسمها ايه يا محمد يا جمال؟ دي 2 بي اللي هي بتاعت الايه؟ في حته رخمه هنا شويه اللي هي عندك متظلله في المذكره. بيقول لك ايه؟ بيقول لك مش دايما البابيلي تيجي لوحدها، مش دايما البابيلي تيجي لوحدها، ساعات تيجي معاها حاجات تانية. يعني تبقى بابيلي وحاجة. طيب ممكن تيجي البابيلي بتاعت السبرينج، بتاعت البابيلي بتاعت التراكوما معاها البابيلي بتاعت السبرينج كتارة. مش فاهم، في مرض حساسية اسمها سبرينج كتارة، الرمض الربيعي. ورغم ان اسمها الرمض الربيعي الا انها بتحصل في الصيف. هنبقى يعني نعرف ان شاء الله ان الحصه الجايه، ولا الحصه الجايه اللي بعدها، الحصه اللي بعدها، ان الاسم ده خطا. يعني هو خطا نسميها ربيعي لان هي ما بتحصلش في الربيع اصلا، ده بتحصل فين؟ ان سمر، في الصيف. تمام كده؟ طيب فيبقى العيان ماشي عنده كرونيك تراكوما وعنده البابيلي، ويجي في الصيف يكون فوق بابيلي تراكوما، بابيلي ثانيه بتاعت
بسبرينج ايه قطار بقى عنده نوعين بابلي فنسميها تي 2 بي تي 2 بي تي 2 بي يعني ايه بابلي تي 2 بي 2 يعني كم نوع بابلي نوعين فهمت حاجه تي 2 بي 2 ده سب تايب من تي 2 بي تي 2 بي 2 سب تايب من تي 2 بي اللي فيها ايه بقى تي 2 بي 2 فيها نوعي بابلي بابلي اوف تراكوما وبابلي اوف سبرين قطار ممكن العيان يبقى عنده بابلي تراكوما ومعاها كرونيك جونو كوكل انفكشن يا حلاوه احب افكركم ان الجونوكوكاي بتعمل نوع من الكونجنكتيفايتس اسمه بيورلاند واحب افكركم ان البيورلاند كانت بتمر بيه ثلاث مراحل انفلتريشن ديستشارج وكورونيسيتي لو شاهد الاقدار ان واحد عنده تراكوما كرونيك وعنده البابيلي وجي معاها كرونيك جونوكوكاي اصبح اسمها تي 2 سي فاهم حاجه تي 2 سي يا عم الحاج سب تايب من ايوه تي 2 بي سب تايب منها اسمه تي 2 سي عباره عن بابيلي التراكوما معاها كرونيك جونوكوكل السي تفكرك بكرونيك وفيها سي وجونوكوكل وجونوكوكل دي كلها سي ماشي صعبه دي اخر نوع اسمه تي 2 في 2 في كان تي 2 في يا دكتوره منى سب تايب من تي 2 بي خدت بالك ازاي ايه تي 2 في صعبه دي بقى ولا صعبه يعني يا عم الحاج ده انا بس بعمل لك كده خيال عشان تركز لكن انت ايه هتفهم بسيطه دي حاجة نادرة تي 2 في دي لا حاجة نادرة خيالية شوية عايز العيان يسيب نفسه جدا لدرجة انه الالتهابات اللي تحت جفنه توصل لمرحلة ان يحصل فيها هايلاين ديجنريشن هايلاين ديجنريشن يحصل تحلل هايلاين ديجنريشن ويحصل جواها ترسبات من حاجة اسمها بلازما سيل انفلتريشن هايلاين ديجنريشن وبلازما سيل انفلتريشن في كل من الكونج ويمكن الترصص اللي تحتها مش الكونج دي مغطيه الترصص مش دي الترصص ولا بيتهيألي طب تمام في الحاله دي الجفن هيدانه بنفس الحجم ولا هيتخن هيتخن يبقى نسميها إديمة ماشي هي إديمة دي فعلا يا وائل يا احمد يا وائل إديمة فعلا يعني ميه وكده ولا دي يعني حاجه تخنت عشان كده الإديمة دي مش طريه قوي زي ما انت متخيله مش ميه يعني عشان كده اسمها انديوريتد إديمة انديوريتد دي يعني فايبروزس طب ما هو صح لان هو يحصل في المنطقه دي كمان شويه ايه فايبروز اللي وصف الكلام ده باشمهندس اسمه كده اسم الباشمهندس كده ستيل واج ستيل واج عشان يفكرك بنطق اسمه الصح اسمه ما بينطقش ستيل واج ستيل فاج اسمه ستيل فاج عشان يفكرك بان هو ستيل فاج ضحى بالدبليو في اسمه وسماها تي 2 في فهمت حاجه طب نجيب من الاول خالص تي 2 في تي 2 في اسمها ستيل فاج براوني قديمه ستيل فاج ده الراجل اللي سمينا المرحله باسمه 2 في براوني يعني انديوريتد يعني ناشفه قديمه يعني ورمه ايه اللي حصل اللي حصل هايلاين ديجنريشن مع بلازما سيل انفلتريشن داخل الكونج وداخل الترصص صعب الكلام ده عم الحاج صعب ورم الجفن نتيجه هايلاين ديجنريشن وترسبات من خلايا التهاب بلازما سيل اللي وصف الكلام ده باشمهندس اسمه ستيل فاج وعشان ما تغلطش في نطق اسمه سميناها تي 2 في عشان تبقى ستيل فاج ستيل فاج الدبليو في ستيل فاج براوني قديمه براوني ده مش كماله اسمه مش اسمه ستيلفاك براوني مش اسمه كده بالكامل براوني يعني فايبروز ولا براوني يعني براون لا 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 خالص براوني يعني فايبروز انديوريتد طب انا حاسس ان انت خرجت بره سياق الموضوع طب تعالى ندخل تاني تجيب من الاول بقى فات الميعاد من الاول تاني خالص والمزيكا تضرب تاني ونبدا تاني من الاول طب تمام روح المطبخ وحشي اي شويه محشي ورجع تاني نفس الكلام بسم الله قد تكون فلك الصغيرة واسمها قد تكون فلك السمول واسمها دي واحد
قد تكون فيلكل كبيرة عملاقة وفيها جيلاتينس ماتيريال نيكروتيك ماتيريال واكس امبريسيبل واسمها ديدي. قد تكون بابيلي واسمها البابيلي فاين فينجر لايك بروجيكشن مدية السيرفس بيلف دي امبيرنس لونها ريد وعاملة ميكانيكال دوز. احيانا البابيلي لا تكون بمفردها، يكون معاها بابيلي في سبرينج قطار ويصير اسمها دي 2 بي 2، يكون معاها كورونيك جونوكوكن ويصير اسمها دي 2 سي، يكون معاها هايلاين ديجنريشن وبلازما سيل انفلتريشن ويصير اسمها دي 2 في. ليه الاسم السخيف في ده؟ عشان اسم ستيل فاك. امال دي 3 يعني ايه؟ دي 3 يا استاذ ماكلن، دي 3 سيكاترايزيشن او فايبروز. النهاية الحتمية للتراكومة في أي زمان وفي أي مكان هي الفايبروز. يحصل إيه؟ عادي، يحصل حاجات سهلة. هي دي 3 يبقى يحصل فيها كم حاجة؟ 3. شفت أنت بقى الدنيا صغيرة إزاي؟ الرمض لذيذ جدا. لازم الأنفولوز اللي هتصل فيه. تمام لذيذ جدا. مش أنت يا أخي طب يلا أجلوا الروند الجاية، مش أي مشكلة. طب تمام، دي 3 بيحصل فيها 3 حاجات. فايبروزيس، بص فايبروزيس يا أحمد. الروند اللي اسمه أحمدات أنا نفسي ما يوصلش للرمض أصلا. عيال بجد بقى رهيبة، صعبين جدا. هكون أنا بقى ممكن تدكو زومبا وسافرت ولا حاجة إثيوبيا ولا جدا. طيب تمام. لا صعبين، عيال صعبة جدا. بص يا سيدي، عاد شقية يا أحمد يا عصام، مش مؤدبين زيك كده. طيب تمام. بيحصل باتشز اوف فايبروزس، فايبروزس يا مايكل. هتضيع مستقبل الشله اللي انت قاعد جنبها دي يا مايكل. فايبروزس. بس بص فايبروزس مش له شكل محدد، لينير خطوط او ستيليت متشعب. ادي واحد. اثنين، احيانا الفايبروزس يبقى مركز في السلكة السبتر سالز. انا متأكد ان في ناس قاعدة مش عارفة ايه هو السلكة السبتر سالز، جايين الدرس بركة. ايه الحكاية؟ الحكاية ان في ديبريشن في الكونجنكتيفا اللي هي الغشاء اللي بيبطن الجفن، حفرة او ديبريشن على بعد 2 ملي من الليد مارجن. في الرسمة بيبان نقطة، في الحقيقة ان هو خط فوق وخط تاني تحت. هوريه لكم على الصورة دلوقتي. فبيحصل فايبروزس في السلكة السبتر سالز. اسمه ارلتس لاين. ارلت البتاع ده ذو قيمة جدا يا مصطفى، لانه بص باسوجنومونيك. كلمة باسوجنومونيك في الطب يعني يشخص. باسوجنومونيك يعني يشخص، يعني مميز. يبقى اذا في المرحلة الثالثة في باتشز اوف فايبروزس وفي ارلت لاين وتش از باسوجنومونيك. سؤال سخيف بيتسال كتير جدا، اشمعنى يعني السلكه السبتر سالز؟ يعني نعم اشمعنى يعني السلكه السبتر سالز؟ عشان موست فاسكولار اريا. اكتب ذا موست فاسكولار اريا اوف ذا ايليد، اكتر حته فيها اوعيه دمويه. انا بحسب ده مش هتستفيد من المعلومات كده. مش لازم نعمل دي بقى دي ولا نفس الفاضي اللي ميك لونش شوف الدنيا عامله برضه مش فاهم والله يا دكتور. والله ما فاهم ازاي، مش فاهم حياة ربنا خالص. انت عارف كان فيه في الابر ايليد 2 اركيد في البلاتس الله، دي حاجه مستحيل تفتكروها يعني. كان فيه بريفرال اركيد صح؟ مارجنال اركيد وابر اركيد، لور اركيد وابر اركيد. الانستموزس ما بينهم وبين بعضهم، يعني الفاسكولاريتي اللي جايه من ده وجايه من ده، عامله انستموزس كتير جدا او كبير جدا في المنطقه بتاعت السلكه السبتر سالز، مليانه اوعيه دمويه. برضه مش فاهم اصل الفايبروز ده هيجي منين؟ الفايبروبلاست اللي جاي منين؟ من تيار الدم، يعني جاي منين يعني؟ واخد بالك انت ازاي؟ طب تمام. تالت حاجة بتحصل يا دكتورة ندى، اهم حاجة، بيحصل حبوب تحت الجفن. حبوب
اسمها بي دي ديز او بي دي سيز. تعرف المرض ده اسمه ايه بالعربي؟ الرمد حبيبي، نسبة للبتوع دول. مش فاهم، مش احنا قلنا ان في صوابع زينب يا محمد نعيم وفي بابلي؟ الصوابع دي بينها وبين بعضها في ديبريشن. ديبريشن ديبريشن دي اسمها كده كريبتس. كريبتس يعني حفر، صح؟ في حفر اهي. بص بقى يا مصطفى، يقوم الابسيليوم يقع في الحفر دي وما يعرفش يخرج، هنا كده ويتجمع مع بعض ويتكتل ويحصل عليه هيالين ديجنريشن، فيكون بي تي ديز. بي تي ديز ده اختصار عالمي، يعني انت لما تروح كده تتكلم مع دكتور اي دكتور رمض وتقول له جالي عيان عنده بي تي ديز، هيبقى هو فاهم انت بتقول ايه. بوست تراكوميتس ديجنريشن. انه ديجنريشن يا احمد؟ هيالين ديجنريشن. حصل ليه؟ حصل هيالين ديجنريشن على الابيثيليوم اللي انسايد الكريبتس، ولونه اصفر يلو. ممكن يترسب حواليه الديجنريشن ده او فيها يترسب جواها كالسيوم، بدل ما كان اسمها بي تي دي بقى اسمها بي تي سيز. بوست تراكوميتس كالسيفيكيشن، ماشي. كونكريشن، كونكريشن يعني تحجر او تكلس. كالسيفيكيشن، بوست تراكوميتس كالسيفيكيشن، ويصير لونها لما تتكلس بدل اصفر يلو يبقى وايت ابيض. يبقى المرحله الثالثه بتاعت الفايبروزيس دي فيها كام حاجه؟ ثلاث. فايبروزيس على هيئه خطوط لينير او ستيلين. فايبروزيس في السلكه السابقه ثالث من اوله لاخره اسمه ارلت سلايم. حبوب اسمها بي تي ديز وبي تي سيز. بوست تراكوميتس ديجنريشن، بوست تراكوميتس كونكريشن. البي تي ديز ده مرض ولا المفروض المرض هو التراكوما نفسه؟ لا، المرض هو التراكوما بس دي ناتجه عنه. ده قصدك ليه مسمينها احنا كده؟ هيبتون يعني الدكتور تروح تقول له جالي عيان عنده بي تي ديز. مرض يعني؟ لا، بص البتاعة دي اشتهرت قوي البي تي ديز ليه؟ أنا جالي مثلا، أنا جالي التراكوما ووصل بيا المرحلة لمرحلة البي تي ديز دي. فالعام بيقول لي والله عايزين نعمل عملية نشيل البي تي ديز دي. فاشتهر بين الناس، الدكتور بيقول بتشرح له أنت بالعربي، فتقول له والله عندك حبوب تحت الجفن، بتقول له كده حبوب تحت الجفن، فاشتهرت قوي. لدرجة إن اسم الرمض أصبح الرمض الحبيبي. انت متخيل ازاي؟ يعني يمكن خدت من يعني مفيش المرضى، احنا ما بنقولش المرضى ايه انت عندك تراكوما. مفيش مريض مثلا عارف كلمه تراكوما دي خالص، مفيش واحد من الناس عارف تراكوما، بس عارف ان في حاجه اسمها بي تي ديز. فانا لما اقول لك ان المريض عنده بي تي ديز تبقى انت ضمنا فهمت ان عنده ايه؟ تراكوما. خدت بالك ازاي؟ طب تمام. وعلى فكره وجود البي تي ديز ده هيسبب له الرفنس الجامد والفورم بودي سنسيشن الجامد اكتر كمان من الفوليكل والبابيلي والبلاوي دي. حاجات هتشوفها في الصوره بارزه تحت الجفن، امال تحك له في عينه. ايه الفرق بين تي 3 وتي 4؟ تي 3 ما زال العيان انفكتيف، تي 4 العيان نوت انفكتيف. هي تي 4 اسمها ايه؟ هيل. هيل دي يعني ايه؟ يعني خف. بص كده هسالك سؤال نشوفك فاهم ولا لا. هي في المرحله تي 4 دي، المرحله تي 4 دي الباتش اوف فايبروزيس والارلت لاين والبي تي ديز والبي تي سيز هيختفوا ولا هيضلوا موجودين؟ موجودين. هو الفايبروز هيختفي ازاي؟ مش هيختفي. طب والحبوب دي؟ موجوده، الدكتور يعمل لها عمليه يشيلها لكن هي مش هتختفي. يعني دي ثلاثة ودي أربعة، المنظر واحد، المنظر واحد، بس الفرق سكرابنج اوف ابيثيليوم من دي أربعة دو نوت شو، دو نوت شو، دو نوت شو انترا سيتوبلازميك بيزوفيليك انكلوجن بودز. بمعنى اخر العيان نوت انفكتيف. سهلة؟ مات يا عمر. اطفي النور كده. جهينة يا محراد اشتمك. ايه ايه ده يا جماعة؟ بس انا عايز اوريكم التلاتة، عايز اوريكم التلاتة ساينز بتوع السيكاترايزيشن. مش عايز كلام بقى؟ ايه 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 مش عايز كلام؟
نعم مش سامع كبرها ماشي ارجع يا مصطفى ورا سنك يا محمود ارجع ورا سنك ارجع ورا سنك ارجع كمان يا عم رايح كبرت ايه كبرت يا احمد سامي خليك معايا يا احمد يا راجل وبص على السبوره خليك معايا وبص على السبوره ايه اللي انت شايفه بقى ده جفن مقلوب في ايه الجفن المقلوب ده باتشز اوف فايبروزس شايف الابيض ده خطوط فايبروزس دول السهم فوق يا احمد يا وائل ايه ده بقى شايف الحبوب بارزة ازاي؟ شايف الحبوب بارزة؟ انتوا شايفينها ولا مش شايفينها؟ اشاور عليها ده انت تشاور عليها انت مش هقولش عليها انا بص دول اوضح ثلاثة هم والله اوضح اربعة كل دي حبوب زيها بس هنا كتير قوي بص اللي تحت ده بي دي ديز مال ده ايه ده؟ شايف الخط الابيض ده؟ باين ولا مش باين عندكم؟ مش باين؟ انتوا بتهرجوا ولا بتتكلموا جد؟ باين هرجوا صح؟ مش كمان مش كمان نور الكاميرا يا عم العيال ده احنا قلبنا جبس مصريه فلاقينا ايه؟ بص في خط ابيض فوق عند الرموش فوق ولا اللي عند الرموش ده الارلت لاين ده اللي اسمه ارلت لاين مش عارف كده اهو هو في ابيض تاني انعكاس ضوء عندك انت مش عند هو لا هو ده فايبروزس انعكاس ضوء ايه هينعكس فين الضوء بس تاني قاعده الضوء ينعكس على السطوح الشفافه الجفن سطح شفاف لا انعكس على سطح شفافه لا مش انعكاس ضوء ده فايبروزس في السلكة السابتر ثالث اسمه أرلت لاين ده السام التحت ده فايبروزيس بس غير محدد الشكل ولا المكان باتشز اهو خط وخط 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 خط وانت فاكر جفنك لما يتقلب لونه كده ولا شكله كده شكله أحمر عادي طيب ده السام التحت ودي بي تي ديز كل دي بي تي ديز افتح النور يلا مكتوب على الصوره التانيه اللي فاتت دي بي تي سيز غلط كلها بي تي نيز البابيلي دي فراخات ويقع فيها الابيثيليوم ويحصل عليها هايلاينشن مش انت اللي تتكلم ده انت ابني خلاص رسمي عندنا يعني الدم بعض خالص تعبوا تفكر فين دلوقتي عقلك المريض بيفكر فين دلوقتي ففي بابيلي دي في بينها وبين بعضها كريبت تمام دكتور واقع فيها ايبيثيليا الايبيثيليوم ده يحصل عليها لاين ديجنريشن فتطلع الحبايه الصفراء دي اللي من غير محادثات معاها ترصف فيها كالسيوم يبقى كالسيوم عندك حاجه اسمها كورنيا مانيفيستيشن اوف تراكوما اقلبها دلوقتي نقولها الحصه الجايه هات لي صفحة 42 في المذكرة اللي هي صفحة مش عارف 112 في الكتاب ولا ايه؟ كم؟ 67 ولا ايه؟ 65 صفحة 65 في الكتاب 42 في المذكرة عندك كم حاجة سهلة كده خلينا نخلصها يلا بقى عاد خبط الجزمة مفروض والجزمة غالية والله يلا يلا ده ما جبت 300 جنيه ده انا جبت الجزمة دي يلا يا هنعمل بسم الله الرحمن الرحيم يلا بس يلا 300 الله يلا يا عم الحاج الله يخليهم لك شبع بعد جوع يا اخي كلاسيفيكيشن يلا اما نشوف الناس اللي بتضحك دي اول حاجه ماكلان كلاسيفيكيشن انا هقول وانت ترد في واحد يا احمد يا نصر انا عيد تاني الوصله 7000 لام كلثوم في واحد
سمول فوليكل دي 2 ايه تيبيكال فوليكل دي 2 بي بابيلي دي 2 بي 2 بابيلي بتاعت سبرينج قطار دي 2 سي كورونا مونوكوكال دي 2 في ستيرفات براوني قديمة دي 3 سيكاترايزيشن دي 4 هيلد تراكوم جدعان. اه في سؤال بيجي في الام سي كيو لما نشوف هتبقوا عارفين تجاوبوه ولا لا. اكتر مرحلة فيها انكلوجن بوديز هي انهي مرحلة؟ طب ايه المرحلة الاول اللي مفيش فيها انكلوجن بوديز خالص؟ 4. لو قارنت المرحلة دي 1 بالمرحلة دي 3 مين اكتر في الانكلوجن بوديز؟ دي 1 دي 3 دي فيها فايبروز يعني الطريقة انها تخف. خدت بالك يعني اكتر مرحلة فيها انكلوجن بوديز المراحل الاولانية دي 1 دي 2 A ودي 2 B. طب تمام. WHO منظمة الصحة العالمية قالت الكلاسيفيكيشن بتاع مكلن ده مش حلو. مش حلو ليه يا WHO؟ قالت لك ده كلاسيفيكيشن باثولوجيكال، تقسيمة باثولوجية مش تقسيمة اكلينيكية. طلعت حاطة تقسيمة اكلينيكية. يعني ايه اكلينيكية؟ انا ما بيجي لي عيان في العيادة بيبقى همي او همه هو يسأل سؤال وعايز إجابة، أنا نظري هيتحسن ولا هيتدهور واتعمي؟ ما الكلام ما قالش حاجة، ما قالش إجابة. عشان كده WHO طلعت كلاسيفيكيشن سمته فيستو. عارف فيست يعني إيه؟ قبضة. يعني قبضة. هم عاملينها كده، قال لك فيست دي القبضة بتاعت التراكوم، هتديك بوكس في عينك. صحيح مش هزار. المرحلة الأولانية دي إف دي اف، بص اسمها دي اف، هتلاقي كلها افات. عشان تشخص دي اف يبقى لازمك 5 فوليكل حجمها اكتر من 0.5. هتفهم حاجه؟ خمسة فوليكل حجم الواحده فيها اكتر من نص ملي. هتلاقي حرف الاف متكرر 7000 مره هنا. 5 ادي اف، فوليكل ادي اف، حجمها اكتر من 0.5 ادي اف كمان. كده الالتهاب بسيط ولا شديد؟ بسيط ولا شديد؟ بسيط. المرحلة اللي بعد كده تي اي انتنس. انتنس يعني الالتهاب بسيط ولا شديد؟ شديد. والالتهاب الشديد مصيره في يوم من الايام ان يحصل مكانه فايبروزس، هتبقى تي اس سكارنج. والسكارنج ده مش ممكن يقلب الجفن ويخلي الرموش تحك في العين، تريكيزس تبقى تي تي. والتريكيزس ده مش ممكن يعمل كورنيال ألسر، وكورنيال ألسر يحصل لها هيلينج باي فايبروزس وتسيب عتامة في القرنية أو بس دي سي او. سي او لا مش تي او، سي او كورنيال أو بس. يبقى أنا الوقت لو جالي العيان ولقيت عنده انتنس انفلاميشن أحذره، أقول له إحنا لسه في مرحلة إن شاء الله كويسة، لكن لو أهملت هخش في سكارنج ووراه كذا ووراه كذا. لو جالي في مرحلة سكارنج جديد أحذره، أقول له خلي بالك لا يدخل في تريكيزس. لو دخل في تريكيزس احذره نعمل علاج ليها لحسن يخش في اوباستي. لو جالك مرحله الاوباستي اقول له ان شاء الله ان انت ايه اتعاملت باذن الله. هتاخدوا الجمله دي نصا في الكوميونتي وهتبقوا تفتكروني. ذا موست كومن كوز اوف بريفنتابل بلايندنس، بريفنتابل بلايندنس ان ايجيبت هو التراكوم. اهم سبب للعمى اللي ممكن نمنعه في مصر هو التراكوم. بريفنتابل، بريفنتابل جدا، بريفنتابل خالص. نشيل الزباله اللي مرميه في كل حته، نكات الذباب، نغسل ايدينا، نعمل سيبر تاولز. هذا بسيطه جدا، هي المشكله بكل واحد يكون له فوطه خاصه بيه. تمام كده؟ طب تمام. ادي ال WHO، ادي الكلاسيفيكيشن. بعد كده الدايجنوزز. حد معايا يفكر ازاي اقول ان المريض ده اهو، ايمن ده اهو مثلا او عبد الله ده مثلا عنده تراكوما. اشوف باثو جنومونيك، اشوف باثو جنومونيك ساينس. باثو جنومونيك ساينس زي ايه؟ حاجات باثو جنومونيك زي ايه؟ ارلت لاين او بيتيديز او بيتيسيز او حاجه هنقولها الحصه الجايه في القرنيه اسمها بانس. مش بانس، بانس ماشي؟ او حاجه اتفه من كده، ما تجيب بتوع الميكروبيولوجي يعملوا لك سكرابنج للكونج وحط جيمسه واصبخ فتلاقي انتراسيتوبلازميك ميزوفيليك انكلوجن بادل. كومبليكيشن، كومبليكيشن دي مهمه جدا 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 جدا. دلوقتي امتحان اخر السنه
في النظام الجديد اللي دكتور عادل دخله الحمد لله بتلاقي الامتحان عباره عن 4 ورقات 5 ورقات ايش اسئله صغيره قصيره على اسئله طويله على كيسز على ام اس كيو 125 درجه فممكن جدا تلاقي السؤال جاي كده بخمس درجات كومبليكيشن اوف تراكوم وجي كتير قبل كده يا ترى ايه المشاكل اللي بتعملها التراكوم السؤال رقم واحد هي ايه الاماكن اللي التراكوما ممكن تعمل فيها مشاكل في العين هي بتحب ايه الكونش بس ولا الكورنيا كمان واللاكريمال لاكريم طب سؤال بقى بيطرح نفسه هي الكونش دي لازقه في مين لازقه في اللين اكيد هيحصل مشاكل في مين في اللين طيب اقول لك على سر اغلب مش كل اغلب المشاكل تفسيرها فايبروزس لو تفتكري وانا في الباثولوجي بقول ان الفايبروزس هينتج عنه كومبليكيشن ليد ليد اي ليد جميع امراض الاي ليد تقدر تحصل مع اختلاف التفسير يعني كاليزيون ورا منه في المنهج تريكيزيس ورا منه في المنهج انتروبيون ورا منه اكتروبيون ورا منه توزيس كل ده يحصل عناوين الفاستول عناوين الفاستول بس مع اختلاف التفسير هتساعدوني هتساعدوني كاليزيون ليه؟ الفايبروزس يقفل يا دكتورة زينب الدكتس بتاعت الميبوميان جلان تتحبس الأويلي سيكريشن تطلع عالتارسس تعمل جرانيولوميتس انفلاميشن جواها المدعو كاليزيون لا تقل كاليزيون بل قل كاليزيا كاليزيونات جمع مذكر سالم كاليزيا عمر الفايبروزس ما هيقفل اوبننج واحده هيقفل له كام واحده جنب بعض فيعمل كذا كيس دهني وتتكرر الحاله عليه كاليزيا طب ليه تريكيزس عادي بقى وكده بقى وكده بقى وايه الفايبروزس يعمل ايه في الرموش حب انتروبيون لا تقل انتروبيون بل قل سيكاتريشيال انتروبيون الفايبروزس ما انا هنشوف كل شيء اقول الفايبروزس الفايبروزس يشد الجفن الفوقاني ويسحبه ويقلبه لجوه اكتروبيون ازاي ده نادر بقى لا ما تقلبش ده حاجه نادره احنا قلنا كومالي تحصل فين انا قلت كومالي ولا اولوز قلت كومالي يمكن تحصل تحت لو حصلت تحت بوزن البابلي بالويت بتاع البابلي تعمل ايه في الجفن التحتاني تقلبه لبره عشان كده مش اكتروبيون ده ميكانيكال ميكانيكال اكتروبيون ومش في اي جفن ده في انه جفن في اللور ليب خدت بالك ازاي دوزس ليه دوزس ليه ميكانيكال ميكانيكال دوز ويمكن وده نادر يمكن الفايبروزس يوصل انه يأثر كمان على الليفيدور مصل والمولر مصل اللي هما بيعملوا في الجف بيرفعوه ادي الليد الكونج زيروزس ليه الكونج زيروزس جفاف نقص في الدموع ليه جدعان الكونجنكتيفا جواها غدد اسمها اكسسوري لاكريمال جلاندس الفايبروزس هيعمل لها ديستراكشن على الاخص خليه اسمها كومبليت سيلز يقل افراز الدموع يحصل جفاف زيروزس ادي سبب السبب الثاني اقل اهميه من الاولاني في داكتس للغده اللي اسمها مين لاكريمال جلاند لو الفايبروزس سدها افرازات المين لاكريمال جلاند تقل اي السببين اكثر اهميه الاكسسوري الاولاني لان المسؤول عن البيز كتير فيلم مين الاكسسوري الاولاني لو حد مذاكر يبقى فاهم انا بقول ايه مش مذاكر مش هلاقي الدنيا لذيذه عالكون شنك طايفه ركز ركز خالص يا هو المرض ده بيأثر على انه جزء في الكونش على الايه ايوه صح على البلبيبرال والفورنكس هيحصل فايبروزس داخل الفورنكس فيلزق الجفن في الحبايه سيمبليفروم التصاق الجفن في الحبايه سيمبليفروم بس السيمبليفروم كان 3 انواع انفيريور بوستيريور توتال ده ايه بوستيريور ده بوستيريور ولازم يبقى بوستيريور لانه بيأثر على مين
على فورنكس هتيجي في الام سي كيو يقول لك تراكوما كان كوز ذا بولون كومبليكيشن اكسيد تك 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 انتيريور سيمبريف لا ما تاخذنيش مش انتيريور ده ايه ده بوستيريور يبقى كونجنكتيفا في بوستيريور سيمبريف وازيروز الكورنيا زيروز جفاف هو الجفاف ده هيأثر على الكونج بس يا عبده ولا كونج وكورنيا كونج وكورنيا مش في تريكيزيس يا ولاه وتريكيز عملت ألسر والألسر هتعمل ايه في الاوباسيتي بليز اكتبي بقلمك اوباسيتي جنب الكورنيا في الاخر كده اوباسيتي عتامه عتامه وهتعمل حاجه اسمها بنص ما قلناهاش لسه كريمي اللاكريما الاباريتس انها تعشق كذلك اللاكريما الاباريتس تعمل بص داكريو ادينايتس وداكريو سيستايتس ايه الفرق بينهم داكريو ادينايتس يعني انفلاميشن اوف جلان داكريو سيستايتس يعني انفلاميشن اوف ساج الغريبه ابو زردو انها بتعمل ايبيفورا ايبيفورا يعني تساقط في ايه في الدموع ليه عشان الفايبروزيس ممكن يسد البنكتاي وممكن يسد كمان كان عندنا امتحان لاكريما النهارده لو انت مذاكره اللاكريما كويس هتلاقي درس اسمه بنك طب اوبستراكشن كان سببه ايه اغنيه يا كونجينيتال يا اكوايرد ولا اكوايرد يا تروما يا اهي تراكوما وكان في حاجه اسمها كاناليكولار اوبستراكشن كان سببها ايه يا كونجينيتال يا اكوايرد ولا اكوايرد يا تروما يا تراكوما يا كاناليكولايتس تراكوما اهي تراكوما اهي فلو حصل فايبروزس اوبستراكشن للبنكتاي والكاناليكولاي يحصل تساقط للدموع مفيش حد يطلع يقول لي ازاي جفاف وابيفورا في نفس الوقت مش في نفس الوقت لو عمل الجفاف مش هتعمل ابيفورا ولو لسه ما حصلش جفاف هيحصل ابيفورا هقول تاني ايه كومبليكيشن في تراكوما الليد بيحصل فيه كل حاجه كاليزيون تريكيزيس سيكاتريشال انتروبيون ميكانيكال اكتروبيون ميكانيكال توز الكونج زيروزيس وسمبليفر لا تقل سمبليفر بل قل بوستيريور سمبليفر عالكورنيا زيروزس والسر واوباسيتي عاللاكريما داكريو ادينايتس وداكريو سيستايتس وكمان ايبيفورا نتيجه اوبستراكشن البنكتاي وكاناليكولاي ديفرنشال دايجنوز هو الحقيقه اللي بيميز التراكوما ثلاث حاجات قلناهم في اول حصه فوليكل وبابيلي وبنص الفوليكل له اسباب ثانيه هنقولها الحصه الجايه البنص له اسباب ثانيه هنقولها الحصه الجايه البابيلي لها اسباب تانية مش في الكتاب هقولها دلوقتي خدنا النهارده الدكتوره غاده مرض تاني بيشتهر بالبابيلي سبريكتر على فكره كمان اي بكتيريا انفكشن ممكن يعمل بابيلي خاصه الجونوكوكاي على فكره كمان في نوع من البابيلي ريسل جدا في اللي بيلبسوا عدسات لاصقه اسمه جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس اكتب جنبها كلكم عدسات لاصقه جنب هناخدها الحصه الجايه ولا اللي بعدها جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس لا تقلق لو حد يلبس عدسة لاصقة ما يقلقش جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس مش هتحصل غير اللي مش مهتم بالعدسة اللاصقة بتاعته واللي مش فاهم هو لابس ايه وصل سنة رابعة ومش فاهم ان دكاترة الرمض مش عارفين ربنا وبيتحافظوا على المرضى العدسات اللي بتتبعلك على انها بتقعد 3 شهور البوكس اللي بيبقى فيه 6 عدسات ده ولا هو شهر واحد العدسات دي اسمها لحاجة في ضحكة موت هتحاجة في ضحكة موت العدسات دي مكتوب عليها 30 دي فالبنت جايبها لي بتقول انا لابساها بقالي اكتر من 6 شهور بقول لها ازاي بس ده دي بتقعد شهر قالت لي لا ازاي الدكتور قال لي 60 يوم قلت لها حضرتك بتعرف تقول لي اه 30 دقيقه قالت لي ادي الماركه 30 دقيقه مش طايعه هي مؤمنه بالدكتور بتاعها مؤمنه بالدكتور مؤمنه بيه الدكتور ما ينفعش يبيع لك العدسه يا مايكل ويقول لك هتقعد شهر هتجيب ميزانيه منين انا شخصيا بقول برضه انها بتقعد 3 شهور بس مش بقول كده شهرين حلو لا مش بقول كده بقول انها بتقعد من شهر الى 3 شهور حسب الاستعمال لو انت لابسها ليل نهار هي شهر الشركه مصنعاها على شهر حضرتك عايز تتك عليها شويه شهر ونص ماشي لكن مش تجيلي بعد سنتين لابسها واخد بالك وتقول لي احنا وجعان يعني لازم توجعك يعني هو مش هرجعك ازاي يعني هنشرح الدرس ده كمان حصتين كده وانا بنتكلم فيه وموضوع العدسات اللاصقه ده اللي هتوديكم في 60 داهيه ان شاء الله ارجع هات الديفينيشن يا كابتن رايح فين؟ ارجع هات الديفينيشن ديفينيشن لابس عدسات لاصقه هنبدا الحصه تاني من الاول لابس دلوقتي هنستخدمها جنب يا عم اسمع استخدمها قد ايه؟ الديفينيشن
يلخص كل اللي قلناه النهارده. اسمع اسمع، مش عارف مصلحتك. كرونيك انفكتيف كيراتو كونجنكتيفايت ليست مرض كونج وكورنيا، وخلينا الكورنيا الحصه الجايه. كوزد باي كلاميديا تراكوماتيس سيروتايب اي بي سي، كاركترايزد باي فوليكل، اي واحده بابيلي وبلس خلاص الحصه الجايه. هيلد باي سيكاترايزيشن اوف فايبروز ويتش ويل تو، بص هذا الفايبروز هيعمل ليد ديفورميتي، ايوه هيقلب الجفن لبره والجوه ويسقطه واثر وبدا اند فيجوال ديسابيليتي، ممكن يخليك ما تشوفش خالص. تراكوما ان جريك مينز رفنس، خشونه، عشان الحبوب البيتيديس والبيتيسيز. بالعربي الرمد الحبيبي عشان الحبوب. ركز في اللي هقوله ومش حاول تعلق على اللي انا هقوله. الاسبوع الجاي هناخد حصتين برضو، بس في اول الاسبوع عشان نسيب لك فرصه تذاكر عشان تقف في بيتك وتتلم، لان في امتحان راوند كل سنه وانتم طيبين. مش عارف دكتور عادل ما جاش امتحان الناس كلها تتجمع الاسبوع الجاي، ركز عشان ما تتلخبطوش وتقولوا ما كناش عارفين. حصتين الاسبوع الجاي انا مش هعيدهم تاني، مش هيبقى عندنا وقت اعيدهم تاني خلاص. هقولهم يوم الاحد يا 7:30 يا 12:30 يا 2، وتاني حصه يوم الاثنين يا 7:30 يا 12:30 يا 2. كده حضرتك من يوم الاثنين الجاي لحد نهايه الاسبوع اللي بعده مش عايز اشوفه. مفيش احسن من كده. هتذاكر بقى ما تعمليش كده بتاع وتقول لي عندي شرعي عندي ايه ان دي. نعم فيسبوك. هقول لك هترجع لي يوم ايه؟ نعمل ديكتيفيشن يا اخي. هقول لك هترجع لي يوم ايه؟ بتوع الراوند انا عندي مشكله. الدكتور عادل ما قالناش الامتحان لحد فين لسه. مش عايز نتحط تحت رحمته. يجي بعد شويه يقول لك اللينس داخله ولا الريتم داخله ولا اي حاجه داخله، فلازم ناخد حصص بدري، لازم ناخد الجمعه والسبت. لازم ناخد امتى؟ ناخد حصه الجمعه سكيلز، هتيجوا كلكم؟ محدش هيغيب. الجمعه سكيلز اقسم بالله مش هعرف اعيد السكيلز دي تاني. حصه هتبقى صعبه وطويله وفيها شرح. الساعه 2 بعد واحد ده 2 دي فل لسبب. تصلي وتيجي تتغدى وتتشطف وتعمل اللي انت عايزه كله. ماشي؟ بعد القهوة يعني الشيشة تغسل وشك وكده. تمام؟ خلاص يوم الجمعة الساعة 2 هشرح السكيلز لحد ما نشوف هو هيحدد ايه. افترض يوم الخميس حدد، خلاص يبقى فاكس حصة الجمعة. فاكس جدا. فاكس خالص. نعم؟ ده هناخد الجمعة وهناخد السبت برضه. هناخد الجمعة 2 خلينا سامعين حصة الدراما. احنا هنخلص هنا. كل واحد الرجاله ده يشيل شنط من الشنط دي. الله ده حسيت الحاجه دي.